كانت فترة المماليك بالقرن الرابع عشر والخامس عشر، لأنه بعد انتهاء الفترة الصليبية، يعني وجود الإفرنج في لبنان بهالفترة كانت مهمة كتير، وبعد ما اندرست مظبوط بعد ما راحوا الإفرنج، المماليك جربوا يعزلوا جبل لبنان ككل من الشاطئ، لأنه كانوا خايفين من رجوع الفرنج إلى لبنان. والموارنة بهالفترة جبروا يضلوا بمنطقة معينة بين نهر إبراهيم والعكار تقريبا بالجبال، وصار في نوع من العزلة المفرضة عليهم، فهيدي كانت فترة كتير صعبة. الفترة العثمانية بالعكس، وقت اجوا الأتراك عطوا أكثر حرية لأمراء جبل لبنان مثل معن وأمراء شهاب يلي كانوا بدير القمر، وهول هالأمراء شجعوا المسيحية إجمالا أنه ينزلوا يسكنوا بالمناطق يلي كانت من قبل محرومة للموارنة، وهي الشوف والجنوب وضواحي صيدا. هل هجرة تبول الموارنة من الشمال إلى جنوب لبنان كانت كتير مهمة بالنسبة لهم، لأنه بلشت الانطلاق. الانطلاق وال التفاعل الايجابي مع الكل، مع الدروس، مع كل الطوائف. كثير مهم. وكيف طب كيف قدروا المواطنين يشكلوا مجتمع مدني مستقل عن اكيد السلطه الدينيه، لما بنعرف انه نحن اغلبيه الطوائف بالشرق هن جزء لا يتجزأ من الدين، وقد ايه اليوم علاقه الكنيسه المارونيه هي على أعلى مستوى مع الكنيسة كمان الكاثوليكية. الطائفة المارونية هي عندها هالمميزة إنه بالشرق وين كل شيء السلطة الدينية كتير مهمة، أهم مرجع. كمان عند الموارنة بتضل أهم مرجع، بس منشوف إنه من أيام الصليبيين وبعدين كان في كمان رؤساء موارنة بالقرون الوسطى بيسمون الريس بالجبل، يعني كان ريس المنطقة. وبعدين بأيام المماليك كان في المقدمين الموارنة، وأهم واحد كان مقدم بشري. وبعدين بالفترة العثمانية كان في العيال المهمة يلي تطورت وغتنت مثل بيت الخازن وحبيش ودحدح. مظبوط مظبوط انه في هالمميزه هالميزه عند الطائفه المارونيه بوجود الكنيسه مع الهيكل تبعولها، ومن حدها مجتمع مدني. ليش بفتكر انه هيدا طابع جبلي، يعني عند الدروز كمان المجتمع الدرزي اذا بتلاحظي كمان عنده قوة كبيرة جدا عن فوين عند الإنسان إيه أنه هو بعدين عندهم رؤساء مستقلين. بفتكر أنه هيدا طابع جبل لبنان، يعني أنه هيدا عطى هالنوع من المجتمع. بس لازم يكون في بحث أكثر عن هالطابع السوسيولوجي. كمان بتصور أنه سنة 1919 البطل كحويك كمان لعب دور مهم بهالشي بمؤتمر السلم بفرساي، لما قدم هو كمان هالطلب مزبوط تكون مستقلين. لا مش عم بقول انه ما كان في دور للكنيسة، بالعكس، بس انه اذا بتدرسي مزبوط تاريخ الموارنة بتشوف انه عندك الكنيسة والبطرك، وفي الوقت ذاته وجود مجتمع مدني مهم يعني جبلي. اليوم نعرف نحن أنه تغيرت الأيام وتقريباً الموارنة صاروا أقلية لسوء الحظ، يعني على في تقريباً بيقولوا أنه تقريباً 5 ملايين بحول العالم، وتقريباً 1.5 مليون إلى 2 مليون بس بلبنان. بحب أسألك أنه شو صار بهالبلد اللي سميه
اكيد البابا حنا بولس الثاني لو بيي ميساج او بلد الرساله اللي اكيد هو الوحيد اللي بالشرق الاوسط المسيحيين لهم دور مثل المسلمين بكل شيء خصوصا اكيد بالحكم بقى شو صار فيه وليه نحن تراجعت هالقد نسبه الموانئ بالشرق الاوسط وبلبنان؟ هذا سؤال كبير. أنا قوي شوي بس كتاريخ أكبر من الموارنة. بالنسبة للبنان للموارنة ما فيني اتكهن المستقبل، بس فيني أقول أنه خلال تاريخهم العدد ما كان مشكلة، لأنه الموارنة عندهم كيانهم، عندهم تاريخهم الذاتي، إن كان بفترة الصليبيين أو المماليك أو العثمانيين كانوا هن يتعاطوا مع السلطة كطائفة موجودة بحد ذاتها. اليوم كمان يعني إنه الواحد ما لازم كمان إنه الموارنة موجودين، ما في خوف إنه العدد أو العدد. المشكلة هي علاقة الموارنة بفتكر اليوم بين بعضهم؟ نو بين بعضهم دايما، بس المشكلة علاقة الموارنة مع الدولة اللبنانية، مع الكيان اللبناني، يعني مع اللبناني ستيت. هون في مشكلة، لأنه الموارنة كان جزء أساسي لوجود الدولة اللبنانية وبلد اسمه لبنان بتعلقهم بالأرض. وبالنسبه لهالكيان هون في تساؤلات هلا، بس انه ان كان هالكيان موجود او ما موجود لبنان ما في اي خطر، يعني على ما كعدد ما في اي خطر، بس انه بالتاريخ ضاينوا، انه ضاينوا بعده مراحل مثل ما هلا كمان، يعني بتحس مهم انه الموارنة يضلون متشابسين بالارض بارض لبنان ومقتنعين بالبروجكت بلبنان كمشروع لبناني. هيدي مش قصه عدد او مش عدد، يعني نحن حسب ما انا بتمنى انه كل اللي حضرونا يمسكوا الكتاب وخصوصا الموارنة ويقروه تيعرفوا قد ايه تاريخ الموارنة مهم، بيفهموا اكثر لان نحن اليوم نتصرف يمكن بهالطريقه. دكتور ري معود، نحن بنتشكرك على المقابله والحديث المميز، ونتمنى كمان انه هيك تعطينا الجديد بعد عن الموارنة بكتابك الجديد. شكرا لك. وهلا بنبقى مع بريك من بعده فاميلي.